إلى السودان، إذ هدد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بطرد المراقبين الدوليين من البلاد إثر دعوتهم لتأجيل الانتخابات العامة المزمع إجراؤها الشهر المقبل في السودان. أي أجنبي أو منظمة داخل السودان تتكلم عن تأجيل الانتخابات تطرد اليوم قبل بكرة. هجوم شنه الرئيس السوداني عمر حسن البشير على المراقبين الدوليين خلال مهرجان انتخابي في مدينة بور سودان. البشير الذي أمر من قبل بطرد منظمات الإغاثة الدولية من دارفور قال إن مهمة المراقبين الأجانب تنحصر فقط في رصد نزاهة وحرية الانتخابات دون التدخل في الشؤون الداخلية للسودان. لكن الدائرة ختمنا حندوسه وحندوسه بجسمات إن شاء الله. وكانت بعثة المراقبين الدوليين قد أعلنت قبل أيام أنه ربما يتعين على السودان تأجيل أول انتخابات تعددية يشهدها منذ 24 عاما بسبب تباطؤ عمليات الإعداد لها وغياب مئات الآلاف من الأسماء عن قوائم الناخبين. الدعوة إلى تأجيل الانتخابات العامة جاءت من عدة أحزاب معارضة سودانية تقول بأن البلاد تحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل إقرار الإصلاحات الديمقراطية، لكن الحكومة السودانية ترى غير ذلك وتصر على أن الانتخابات ستجرى في الموعد المحدد. ومن المقرر أن يبدأ التصويت في الانتخابات السودانية في 11 من شهر إبريل وفقا لاتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب الموقع عام 2005، اتفاق أنهى أكثر من عقدين من الحرب الأهلية بين الجانبين، أوقعت آلاف القتلى وشردت مئات الآلاف. هؤلاء اللاجئون وجدوا في ضواحي العاصمة السودانية ملاذا لهم، لكنهم يتحدثون عن محاصرة الشرطة السودانية وهدمها لمنازلهم في مخيم سوبا. يريدون أن يشردوهم من هذه المنطقة إلى مناطق أخرى عشان ما يدوا أصواتهم لجهاد المخصم هم. وكثيرا ما تعرضت الحكومة السودانية لانتقادات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بسبب ما يقولون إنها عمليات ترحيل قسري تمارسها السلطات السودانية بحق اللاجئين من دارفور الذين فروا من القتال إلى الخرطوم، اتهام تنفيه دوما الحكومة السودانية وتقول إنها تخطر السكان وتقدم لهم تعويضا وأرضا بديلة قبل إجلائهم. لكن توقيت ما يحدث في مخيم سوبا يثير الكثير من علامات الاستفهام. إسلام محي الدين، بي بي سي.